بس ايه 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 عامل دوشه ليه؟ جو تو سليب لو سمحت. ده زومر كلب ربوت جديد عندنا في الاستوديو، بس مش هنتكلم عليه النهارده مع ان هو مش بعيد. لا تعمل لنا دوشه، مش هنتكلم عليه النهارده مع ان هو قريب جدا من الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده. صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. الفتره دي في ترند مشهور قوي اظن كلنا شفناه، وهو ان كل المشاهير وكل الناس عامه بتنزل صور ليها مفيش حد رسمها، الذكاء الاصطناعي هو اللي رسمها. ابلكيشنز على الموبايل بتقدر تطلع لك صور خرافيه، لو حطيتها مثلا لديزاينر معين ممكن يقعد ايام عشان يعرف يعملها لك، هي بتطلعها لك في مينت. ومش بتطلع لك فكره واحده بس، دي بتطلع لك افكار كتير عشان بني ادم يعرف يجيبهم هيقعد ايام. وخليني اقول لكم على حاجه، ان بدل ما الناس تقول الصور ديت جامده، المفروض تقول ان الاي اي اللي عامل الصور ديت هو اللي جامد، لان هو فعلا جامد. ولكن خليني اقول لك ان تحويل وشك لافاتار او لصور دي مش اجمد حاجه الاي اي يقدر يعملها، عشان كده النهارده هنكلمكم على تطبيقات مجنونه كلها شغاله بالاي اي. التطبيقات ديت مش هتحط لها وشك فتطلع لك افاتار ليك، لا ديت انت هتقول لها اي حاجه انت عايزها وهي هترسمها لك. فمن غير ما نضيع اي وقت خلينا نبدا. طيب خلينا كده نبدأ من الجامد للأجمد، نسيب أجمد حاجة لآخر حاجة. أول أبلكيشن معانا هو واندر. التطبيقات ديت يا جماعة كلها متاحة على الأندرويد وعلى الأي أو إس، فخلينا نبدأ بأول واحد وهو واندر، وهو تطبيق مدفوع، يعني أنت لازم تدفع عشان تستخدمه، ومعظم التطبيقات ديت لازم تدفع عشان تستخدمها، ولكن أنت ممكن تجربها وتستخدمها لعدد محدود من المرات ببلاش، فده اللي هنعمله النهاردة. التطبيق الواجهة بتاعته بسيطة جدا، بيقول لك اكتب أي حاجة في دماغك وإحنا هنطلعها لك كصورة، واختار الستايل اللي الصورة ديت عايزها تبقى معمولة بيه، وكمان في أوبشن إنك تختار الحجم بتاع صورة، ولكن دوت لازم تدفع عشان تستخدمه، فالصورة هنطلعها هتكون صورة مربعة. عشان نعرف نقارن التطبيقات ببعض فهنكتب نفس حاجة في كل التطبيقات ونشوف كل بقى اي اي انجن او كل برنامج بيفكر ازاي وهيبقى كرييتيف ازاي في الصورة اللي هيطلعها لنا. الجملة الموحدة اللي هنكتبها في كل التطبيقات اللي احنا عايزين قطة لابسة نضارة. لا لا مش هنجيب قطة، ده انا بقول قطة يعني هنطلع صورة، انت فاهم غلط. فخلينا كده نكتب اللي احنا عايزين قطه لابسه نظاره ونختار الستايل اللي احنا عايزينه. خلينا مثلا نختار الستايل بتاع فان جوخ وندوس كرييت. اول حاجه لازم هنشوف اعلان عشان الصوره بتاعتنا تطلع لنا، فبتستنى الاعلان يخلص بتاعك بعد كده تشوف الصوره بتاعتك. اوكي بالظبط، قعدنا اقل من 30 ثانيه واول صوره معانا طلعت. هي صوره باينه اللي هي مرسومه بالوان ميه كده، يعني في الصوره فنيه فعلا، ولكن باين جدا ان في قطه والقطه لابسه نظارات. ف الاي اي والذكاء الاصطناعي عرف يطلع لك قطه لابسه نظارات فعلا ويطلعها لك في شكل صوره فنيه، ولكن حاسس ان الصوره مش واو، يعني مش اللي هي هقعد كده اقول ازاي اتعملت وبتاع. حاسس ان احنا ممكن يطلع لنا صور احسن في الابلكيشنز اللي جايه، ولكن كهي كصوره يعني انا لو قعدت اعملها هعملها في حبه حلوين، يعني اكيد مش هعملها في 30 ثانيه ده لو عرفت اعملها اصلا. الابلكيشن الثاني اللي معانا اسمه دريم، وده اتكلمنا عليه قبل كده في الفيديو بتاع احسن تطبيقات تنزلها على موبايلك اللي فات، وكنا بنناقش فيه حته معينه كده اللي انت ممكن تحط صورتك وتضيف عليها اشكال كده بحيث انك تخلي صورتك وكانها لوحه مرسومه، ودي خاصيه فيه، ولكن خاصيه ان احنا نقول له حاجه معينه ويرسمها لنا دوت اللي هنجربه النهارده بما ان دوت التوبيك بتاع الفيديو. بصراحه ابلكيشن دريم دوت من اكتر الابلكيشنز اللي بيطلع صور تحس ان هي لوحه فنيه مش صوره معموله. خلينا ندوس على علامه زائد ديت ونكتب بكل بساطه قطه لابسه نظاره نفس الجمله ونشوف هيطلع لنا ايه. برده هنا عندك كذا ستايل ممكن تختار منه، وفي مثلا ستايل معين بيكون بفلوس وستايل تاني بيكون ببلاش، لكن معظمهم ببلاش. اوكي قاعد تقريبا دقيقه بيحمل، وبعد كده طلع لنا صوره واحده بس وثلاث صور مقفولين. ثلاث صور المقفولين دول ممكن نبقى نشوفهم لو انت اشتركت في الابلكيشن، ولكن في صوره واحده بس انت مسموح لك اللي انت تشوفها، وممكن كمان لو انت مشترك في الابلكيشن تعمل تعديل في الصوره ديت، ولكن احنا زي ما قلنا بنجرب الفري ترايل او النسخه المجانيه من كل ابلكيشن. خلينا ندوس على فاينلايز عشان ناخد الصوره بتاعتنا. هنا الابلكيشن فكر بطريقه مختلفه شويه، ما جابش كادر قريب على القطه، لا هو جاب القطه من بعيد وهي فعلا لابسه نظاره، ولكن هنا عاجبني ان في زي يعني سنه كرياتيفيتي زياده اللي هو موصل لك الديل بتاع القطه بالبرواز اللي موجود وراها، وملبس لك كده القطه نظاره شكلها غريب، يعني حاجه مش واقعيه خالص، تحس ان انت في حلم كده، يعني شايف قطه لابسه نظاره في حلم، يعني هي حاجه مش واقعيه ولكن شكلها برده فني. بالنسبه برده اللي هي مش اجمد حاجه، مش احسن حاجه، ما اقولش عليها واو، لكن الموضوع دوت مش بني ادم اللي عامله، دوت ذكاء اصطناعي هو اللي مطلع لك الصوره ديت. ولكن خليك فاكر ان الكلام دوت كله مفيش بني ادم رسمه، فبالنسبه لي الرسم هنا فيها تفاصيل اكتر من الرسمه اللي فاتت، ولكن برضو حاسس ان التقيل لسه جاي. الابلكيشن التالت معانا اسمه ستيري اي اي، ودوت موجود على الاندرويد وعلى الاي او اس، وكمان ليه موقع على الويب عادي، فانت ممكن تفتحه من اي حته. عاجبني هنا ان هم بيتعاملوا معاك بطريقه مختلفه شويه، مش لازم تشتري الابلكيشن وليك خمس مرات في اليوم تستخدمهم، ولكن الحلو هنا انك
انك مش 5 مرات في اليوم وخلاص، لا انت 5 مرات في اليوم ممكن تجمعهم. يعني مثلا انا النهارده ليا 5 مرات وما استخدمتش الابلكيشن، هاجي بكره هفتح الابلكيشن هاخد 5 مرات تانيين، فهيبقى عندي 10 مرات ممكن استخدمهم. وكل مره انت بتفتح الابلكيشن بتاخد 5 مرات في اليوم ومش لازم تستخدمهم، انت بس لازم تفتح الابلكيشن تعمل كولكت للخمس مرات بتوعك، ممكن تسيف زي ما عادي مش لازم تستخدمهم كل يوم. فكره اللي هم مسهلين لك الموضوع جدا، هتعمل كريت، هتكتب عايز قطه لابسه نظاره، اختار برده الستايل بتاعك، هنا كل الستايلز اللي انت ممكن تختارها ببلاش، مفيش حاجه بفلوس. عندك كاتيجوريز كتير جدا من الارت ممكن تختارهم، فخلينا مثلا نختار ديجيتال ارت ونشوف هيطلع لنا ايه. نعمل كريت، هيقول لك اللي هو هياخد شويه وقت، فانت ممكن تقفل الابلكيشن لو عايز، وهيفكرك هيبقى موجودين في الابلكيشن لغايه ما يحمل ونشوف هياخد قد ايه. اظن دي اول نتائج انا ممكن اكون مبسوط بيها. اوكي يا جماعه، دي النتائج اللي الابلكيشن دوت طلعها. الابلكيشن دوت طلعنا في المره 4 صور، ودي حاجه ممتازه جدا، مش بيطلع صوره واحده، والصور كلها مختلفه عن بعض، وده عاجبني جدا. صوره كلوز اب على القطه من قريب، صوره على القطه هي من بعيد، صوره نظاره نظر، صوره نظاره شمس. ولكن بصوا التفاصيل، بصوا على تفاصيل كل صوره هتلاقي انه في حاجه مختلفه. في صوره فيها نظاره ونظاره تاني كبيره طالعه كده وداخله على الشنبات، تحس ان باين جدا ان القطه ديت هي قطه بنت لابسه نظاره بناتي وشكلها كده ليها رموش، فباين ديت قطه بنت. في صوره تانية تحس اللي هي باين جدا ان ديت صوره كوميديه، القطه لابسه نظاره نظر و فيها كده تفاصيل توحي ان دي صوره كوميديه. ففعلا بقى النتائج ديت صعب جدا اللي انت تاخدها من بني ادم بدون تعديلات وبدون ايام كتير وبدون وقت. هنا عندك الاي اي بيطلع لك في دقيقه بالظبط 4 صور مختلفه، كل اللي عملناه اللي احنا كتبنا جمله واحده بس. كمان هنا عندك اوبشن ان انت لو في صوره عجبتك جدا تعمل لها اب سكيل او تعلي الكواليتي بتاعتها، لان دي صوره انت مش جايبها من على الانترنت، لا دي صوره الاي اي عاملها لك، فهو في ايده اللي هو يعلي لك الكواليتي بتاعتها، بس يعني ليك عدد مرات معينه بما انك مش مشتري الابلكيشن عشان تعمل اب سكيل للصوره، او ممكن تشترك بقى وتعمل اب سكيل للصور براحتك. الابلكيشن الرابع معانا اسمه ارتست اي اي، وبرده نفس الفكره. خلينا نفتح الابلكيشن مع بعض. فكرته بسيطه، عندك بوكس تكتب فيه اللي انت عايزه، الحاجه اللي انت عايزها اللي هي بالنسبه لنا عايزين قطه لابسه نظاره، تختار الستايل بتاعك وتدوس على كرييت. فخلينا كمان نجرب اول مره ونشوف هيطلع لنا نتيجه عامله ازاي. واو، هنا عندهم ستايل مخصوص للعبة سايبر بانك، يعني لعبة مشهورة جدا بالستايل بتاعها، فممكن نبقى نجرب بعد ما نعمل المرة ديت نبقى نجرب الستايل دوت. ده ما خدش 10 ثواني. في الحقيقة الصورة لطيفة، حاسس ان الصورة ديت قريبة جدا من كام صورة شفناها في الابلكيشن اللي فات، ولكن عاجبني ان هو مركز هنا على تفاصيل العين باينة من النضارة، والنضارة يعني باين ان هي اولد سكول كده، والقطة الوش بتاعها اون فوكس والخلفية بتاعتها بلوري شوية، فتحس ان الصورة ديت ممكن تكون متصورة بكاميرا مش مرسومه او حاجه. عجبني الشنبات باينه، ملامح الشعر بتاع القطه باينه، يعني الشكل دوت شفناه قبل كده، ولكن الستايل هنا يعني برضو مختلف عن بقيه التفكير بتاع الاي اي بتاع الابلكيشنز اللي فاتوا. في الابلكيشن الخامس معانا هو دون اي اي، والابلكيشن دوت يا جماعه انا بستخدمه كتير جدا عشان اعمل صور لوشي انا، لان هو الابلكيشن دوت عامل شبه لينسا شويه، بيعمل لك صور لوشك بالستايلات اللي انت عايزها ومجانا. انا عملت صور كتير جدا، ولكن الفكره نزلت فيديو بشارك تجربتي مع الناس على الابلكيشن دوت، وواضح ان مش كل الناس الابلكيشن دوت شغال معاها بنفس الطريقه اللي هو شغال فيها معايا. بالنسبه لي كل يوم ليا محاوله او ليا تجربه اعملها للوش بتاعي، وبيطلع لك 4 صور، وممكن تطلع بعديها 4 صور كمان و4 صور كمان، عدد لا محدود. ولكن واضح ان مش كل الناس شغاله معاها الطريقه ديت، وفي ناس بيطلب منها فلوس، في ناس بتشتغل لما يفتحوا في بي ان، فانا مش عارف. ولكن عامه هو برده في الاوبشن بتاع انك تقول له حاجه معينه وهو يرسمها لك، فخلينا نجرب الموضوع دوت، وخلينا نجربه على موبايل اندرويد مش على الايفون. برده هنا الموضوع بيتعمل بابسط طريقه، اكتب اللي انت عايزه وشوف الستايل اللي انت عايزه، فخلينا كده نجرب. برده هنا بيطلع لك 4 صور مش بيطلع لك صوره واحده بس. انا برده هنا اخترت الستايل بتاع اول مره خالص، كل ما بلاقي فيه ستايل موجود يعني متشابه مع الابلكيشنز بختاره بحيث ان هي تكون نفس النتيجه. فهنا الستايل بتاع الرسمه اللي كان عندنا في اول مره خالص، واللي برده اخترناه في الابلكيشن التاني. واو، الصور دي جامده جدا، الصور دي فعلا جامده جدا، دي مختلفه جدا عن التطبيقات اللي فاتت كلها اللي احنا اخترنا فيها ستايل الرسم. هنا ستايل الرسم موضح قوي الشكل بتاع القطه، موضح النضاره، موضح ان دي رسمه فنيه. لا الابلكيشن دوت بصراحه تفوق على الكام ابلكيشن اللي فاتوا. الموضوع دوت هو بالظبط اللي حصل زمان لما بدا يتعمل المصانع واتعملت الثوره الصناعيه، العمال كلهم كانوا بيشتكوا ان خلاص المكن بقى بيعمل الشغل بتاعهم، فهو دلوقتي فعلا الديزاينرز في يعني ابلكيشنز عارفه تنافس معاكم في وقت اسرع بكتير وببلاش، وعندها افكار لا نهائيه.
اخر ابلكيشن معانا ودوت بصراحه اجمد حاجه اكتشفتها لغايه دلوقتي وابسطهم، وهو ابلكيشن ديسكورد. طبعا ابلكيشن ديسكورد هو ابلكيشن معروف وهو مش مخصص للاي اي، ولكن انت جواه تقدر تعمل حاجات كتير جدا. فاللي انت هتعمله انك هتنزل ابلكيشن ديسكورد وتعمل عليه اكونت لو انت مش عامل، وهتروح على البراوزر عندك عادي جوجل كروم او سفاري وتكتب midjourney.com. هيفتح لك ويب سايت اسمه midjourney.com وهتعمل جوين ذا بيتا. هيفتح لك ديسكورد تاني، هيفتح لك زي جروب كده هتعمل فيه جوين، وانت دلوقتي موجود جوه الجروب اللي هيعمل لك الصور بالذكاء الاصطناعي. عشان تكون فاهم برضو، الجروب ديت مش معناها ناس، الجروب دوت هو عباره عن بوت او يعني زي روبوت انت بتكلمه وهو بيعمل لك المهام اللي انت عايزها، ولكن انت تقدر في الجروب دوت تشوف المهام اللي الروبوت دوت بيعملها للناس التانيين. وصدقني بمجرد ما تخش الجروب دوت فانت هتشوف صور انت مش هتصدق ان فعليا الصور ديت روبوت هو اللي عاملها، او اي اي او ذكاء اصطناعي هو اللي عاملها، من كتر ما الصور دي حقيقيه بجد. حتى لو انت مش مهتم انك تعمل صور لنفسك او اي حاجه، بس خش على الجروب دوت واتفرج على الصور اللي الروبوت او الاي اي دوت عاملها وكميه التفاصيل اللي موجوده فيها. عشان تعمل الصوره بتاعتك هتدوس على القائمه اللي من جنب وهتروح على نيو بايز، اي واحده فيهم هتختارها. وعشان تبدا تدي الاوردر انك تعمل الصوره بتاعتك هتدوس على المسج، هتعمل سلاش ايماجين، بعد كده هو هيفتح لك زي يعني اكتب انت عايز تعمل ايه. اكتب بقى كل التفاصيل بتاعت الصوره اللي انت عايزها. كل ما هتكتب تفاصيل اكتر كل ما هو هيخلي كل التفاصيل ديت موجوده في الصوره. سند للجمله اللي احنا كتبناها. هنستنى شويه هتلاقيه الاوردر بتاعك بدا يتعمل ومطلع لك اربع صور وبيحملوا. الموضوع بياخد شويه وقت في التحميل، وانت ليك اصلا عدد معين من الصور، انت ليك 24 صوره بس تعملهم، بعد كده مش هتقدر تعمل صور تاني غير لما تشترك. اوكي يا جماعه، بصوا بعد ما عملنا لها اب سكيل الصوره الكواليتي بتاعتها، يعني ممكن نعمل زوم حبه حلوين. الصوره معموله بكواليتي حلوه جدا بجد. لو انت حابب تخوض التجربه بتاعت انك تعمل صور عن طريق الاي اي دوت، اكتر حاجه انصحك بيها، لان هو اكتر حاجه كل ما هتكتب له تفاصيل كل ما هيطلعها، وبجد بتشوف الكلام الناس كاتباه والنتائج اللي هو مطلعها بتكون متفاجئ. وانا كل شويه بكون زهقان اخش على اتفرج على الصور اللي هو عاملها، حاجه خرافيه جدا حقيقي. الاي اي او الذكاء الاصطناعي حاجه من امتع الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها الفتره ديت. اللي انت شفته النتائج اللي معموله والحاجات اللي احنا قدرنا نعملها عن طريق الذكاء الاصطناعي، ولو انت بجد مصدق الكلام دوت فانت ما فكرتش كفايه في الموضوع دوت، لان الموضوع مش زي ما انت فاكر نهائي. يمكن الحاجات اللي باينه لك هي حاجات جامده جدا وحاجات ممتعه، ولكن ما خفيها كان اعظم، والحاجات المخفيه في الموضوع دوت اخطر. ولو انا عندي جمله اقولها على فوائد الاي اي والحاجات الممتعه اللي فيه، فانا عندي جمل اقولها على مخاطره وعلى العيوب اللي ممكن هو يسببها واللي هو اوريدي بيسببها وانت مش عارف. وانت مش مشترك في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه عشان تشوف الاسبوع الجاي الفيديو اللي هيغير رايك وهيغير تفكيرك وهيخليك تخاف من الذكاء الاصطناعي. دي كانت كل حاجه فيديو النهارده. شكرا على الفيديو يا جماعه، واشوفكم الاسبوع الجاي في الفيديو اللي جاي. سلام.